بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الرابع في مقدمتنا عن الكيمياء العضوية، ونوصل لحاجة بقى ازاي بنرسم حاجة اسمها اللوس ستراكشرز. واللوس ستراكشرز دي هي اهميتها بالنسبة لنا ان هي بتعرفني البوندنج والنون بوندنج الكترونز للاتوم. يعني ايه كده بالعربي لو سمحت؟ يعني الالكترونات اللي بتعمل روابط واللي ما بتعملش روابط في كل ذرة من الذرات. فمثلا تعال نشوف المركب المثالي الاولاني ده اللي هو CH3F، اربع ذرات حوالين الكربون، منهم ثلاثة هيدروجنز وواحدة فلور. جميل قوي. طيب في اللوز ستراكشرز البوندنج الكترونز بتتخش في شكل بوند او خط او رابطة، زي ما كنت لسه بقول لك في الفيديو اللي فات. فمعنى الرابطة اللي موجودة هنا دي كده ايه؟ ان في الكترونين هنا، الكترون من الكربون والكترون من الهيدروجين، وكذلك الرابطة دي وكذلك الرابطة اللي هي التالتة. طب بالنسبة للفلور، الفلور ده عدده الذري 9، يعني عنده كام الكترون في مستوى الطاقة الخارجي؟ عنده 7 الكترونات. طيب الـ7 الكترونين دول كام واحد منهم عمل رابطة مع الكربون؟ في واحد فقط هو اللي عمل رابطة تساهمية مع الكربون، اللي هو الخط اللي موجود قدامك ده. طيب من الـ7 الكترونات واحد فقط بقى بوندنج الكترون، يبقى كده فاضل كام نون بوندنج الكترون؟ يعني فاضل كام الكترون مش عاملين روابط؟ فاضل 6 الكترونات. فبيرمز اليهم بالدوتس زي اللي احنا كنا قلناها في الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي هو لما تحط الدوتس دي او النقط دي يبقى دي معناها ان دي نون بوندنج الكترونز موجوده في الفالنس شيل بتاع الذره دي. طيب تعال نشوف مثال تاني، CH3NH2. طب تعال نرسمه بصوره الخطوط زي ما احنا اتعلمنا. هتلاقي ادي الكربون اهو، الكربون عامل 3 روابط مع الهيدروجين وعامل واحده مع النيتروجين. جميل. هل كده في نون بوندنج الكترونز عند الكربون؟ لا، ما هو في 4 خطوط خارجين منه، دول بيكافئوا 4 الكترونات هو عنده مشارك بيهم في روابط مع الـ4 ذرات اللي حواليه. طيب اللي يهمني هنا بقى هو النيتروجين. النيتروجين ده اشمعنى؟ النيتروجين عدده الذري 7، يعني التوزيع الالكتروني بتاعه 2 5، يبقى عنده كام فيلنس الكترون؟ عنده 5 الكترونات. طب الـ5 الكترونات دول حضرتك شايف منهم كده كام واحد عامل روابط؟ عد الخطوط كده اللي لونها احمر فاتح دي حوالين النيتروجين، هتلاقيهم 3 خطوط. يبقى كده النيتروجين مشارك بـ3 الكترونات في روابط تساهميه. يتبقى كام من الـ5؟ يتبقى 2، اللي هم محطوطين في صوره الـ2 دوتس اللي فوق النيتروجين دول، ودول اسمهم نون بوندنج الكترون، ولهم اسم تاني شائع جدا اللي هم اسمهم لون بير اوف الكترونز، او نون بوندنج الكترونز، او زوج وحيد من الالكترونات مش مرتبط، يعني زوج من الالكترونات مش مشارك في روابط. ودول بيبقى ليهم اهميه كبيره جدا في الكيمياء العضويه، يعني زي ما حضرتك هتشوف في مرحله متقدمه شويه، يعني ان مثلا بسببهم المركب ده بقى له بيزك كاركتر. طيب تعال نشوف كده مثال تاني على مركب بسيط اللي هو الفورمالدهايد. الفورمالدهايد اللي هو احنا بنكتبه ازاي؟ بنكتبه HCHO. طب هو في الحقيقة بقى عامل ازاي؟ بالمنظر ده سي وعاملة رابطتين مع الاكسجين، وهنا هيدروجين وهنا هيدروجين. طيب الكربون كده حضرتك تقدر تعدي لي حواليه كم خط؟ يعني عامل كم رابطة وعامل 4 روابط؟ ازاي ده عامل 3 بس؟ لا، ميز بعد اذنك، انا مش بقول لك عامل حواليه كام ذره، مرتبط بكام ذره، انا بقول لك هو عامل كام رابطه. فهو عامل ادي 1 2 3 4، يبقى كده هل عنده نون بوندنج الكترونز؟ لا، ما هو الكربون اصلا عنده مستوى التكافؤ بتاعه في 4 الكترونات، يبقى كده تمام. كذلك الهيدروجين ده والهيدروجين ده. طب اللي يهمني هنا بقى مين؟ الاكسجين. الاكسجين عدده الذري 8. طيب 8 يعني متوزع ازاي؟ متوزع 2 6. طيب 6 الكترونات دول هو عامل كام رابطة؟ هو عامل رابطتين اهم مع الكربون. طيب عامل رابطتين مع الكربون يعني بالكترونين، يتبقى كام من الـ6 بقى؟ يتبقى 4 الكترونات، فترسم في صورة الـ4 دوتس اللي حضرتك شايفهم دول، ويبقى معنى كده ان الاكسجين عنده كام نون بوندنج الكترون؟ عنده 4. يعني نقدر نقول عنده كام بير اوف نون بوندنج الكترونز؟ كام بير يعني كام زوج؟ عنده زوجين من الالكترونات اللي هم 4 يعني.
طب يعني نقدر نقول عنده كام لون بير اوف الكترونز؟ ما هي لسه قايلين من شويه، هي لون بير اللي هم مش عاملين روابط، يعني اللي هم نون بوندنج الكترونز. تمام. طب المثال الاخير اللي هنا اللي هو الاتش سي ان، برضه هيدروجين وكربون، ولكن الكربون هنا عامل ثلاث روابط، عامل رابطه ثلاثيه مع النيتروجين. تمام. فمعنى ان هو عامل رابطه ثلاثيه، هل معنى كده ان دي كده محسوبه واحده بس؟ لا، دول ثلاث روابط اهو، ما هي رابطه ثلاثيه انا بقول لك. طب يبقى الكربون كده الاربع ذرات بتوعه عاملين روابط ولا لا؟ اه عاملين روابط. والهيدروجين الالكترون بتاعه عامل رابط ولا لا؟ عامل رابطه. اه. طب النيتروجين بقى اللي يهمني، نجيب القلم الازرق، النيتروجين ده هو اللي يهمني في المثال ده. النيتروجين كده عامل كام رابطه؟ عامل ثلاث روابط. طب هو اصلا عنده كام الكترون في مستوى الطاقه الخارجي؟ احنا لسه قايلين اهو عنده خمس الكترونات. طيب هو عامل ثلاث روابط بثلاث الكترونات، يتبقى كام نون بوندنج الكترون؟ اثنين، اللي هم التو دوتس اللي حضرتك شايفهم دول، اللي هم يعني عنده لون بير اوف الكترونز، وان لون بير اوف الكترونز. يبقى دي طريقه كتابة اللويس ستراكشرز اللي بتوضح البوندنج والنون بوندنج الكترونز. البوندنج الكترونز في صورة خطوط او روابط مع الذرات التانية، والنون بوندنج الكترونز بيبقوا في صورة دوتس. ده كده ملخص سريع عن كيفية كتابة اللويس ستراكشرز وتعريف اللون بير اوف الكترونز اللي هنقابله كتير ان شاء الله في دراستنا في الاورجانيك. شكرا.